يقولون الموت لا يوجع الموتى بل يوجع الأحياء، فهم من يعيشون على ذكرى من رحلوا، وليس كل الموت موت، فموت أحد الوالدين أو كلاهما لا يعني أبداً الرحيل أو الغياب، فكيف يغيب من نحمل جيناته وملامحه وبعضاً من تصرفاته؟ كيف يغيب من حمانا ومن علمنا القوة؟ وكيف نواجه الدنيا بكرامة وعزة؟ كيف يغيب من نحمل اسمه وورثنا سمعته وإرثه؟ وحتى يبقى الراحل باق في ذاكرة الآخرين، دعوهم يدعون له من خلال طيب أفعالنا وحسن أخلاقنا وطيب معشرنا، حتى نسمعهم يقولون رحم الله من أنجبك ورباك وعلمك اللي خلاك ما مات.